السلام عليكم وبشركم مبروك. رمضان مبروك عليكم جميع المسلمين، وكنطلب واحد النداء للمسؤولين والعدالة وجميع المواطنين ولسيدنا الله يشافيه الله يعطيه صحته. بالله أنا رشدي كان قايد مع الاستعمار وكان الاتجاه إلى المسلمين وكيدافع عند الوطن مسكين، وشبروه وقتلوه بالإعدام، وخلى ابنه واحد مبارك، خلى ابنه واحد مبارك وخلى له رزقه اللي خلاه بابا مسكين معدل الورق ديالو، معدل كل شي ديالو، وما ما شافنا هادشي هذا والو، وكيمشي عند العائلة ديالو كيقول لهم أنا معدل المسائل ديالي، عطيوني ديالي اللي خلى بابا، ما كان اليوم غدا، اليوم غدا حتى مات. وكيوصيني كيوصيني كيقول لي راني خليت رزقي عند عند عائلتك، ورانا هذيك العائلة كنمشيو عندهم بالمراقبة، ما كاين والو، ما عطاونا ديالنا، ما شفنا والو. اسمع، وبابا راه كيوصيني على خوتي وعلى يما، وهذا الشيء هذا ما كاين منه حتى شي حاجة، وانا عندي جميع الدليل ديالو. والله يرحم الوالدين، كنطلب المسؤولين يشوفوا لنا هذا الشيء هذا. وعيات كنمشي لهنا لهنا، حتى واحد ما عطاني شي راس الخيط حتى شي حاجة. وجدي راه مقتول بسبب الوطن، كيدافع عند الوطن ديالو، وراه هاد الشيء هذا راه كاين، ها الجريدة ديالو، ها هو كيف مات مسكين، هاي ها هو فينو، وخلى أرضو لبنو، وبنو مسكين مقتول مات ما شاف حتى شي حاجة. الله يرحمو دابا، الله يرحمو مبارك، وخلى خمسة ولادو. وهنا كأحفاد ديال المقاوم ديال محمد بن عمر الغول، وكيتسمى هذا الرجل هذا كيجاهد على الوطن ديالو، ومات في سبيل الوطن ديالو، وخلى البنو وبنو معدل المسائل ديالو كاملين على باباه. بالله ان بابا خلالو وخلالو الاراضي، خلالو كلشي، وما استفاد حتى فهاد الشيء هذا. عيا كيمشي ويجي من عام 59، وهو طالع هو الناظور ومعدل هاد الورقة هادي لسيدنا الله يرحمه الحسن الثاني، الله يوسع عليه قبر الدنيا والآخرة. معدل هاد الورقة هادي، بالله ألا خصو يدخل عند سيدنا باش يشكيلو الموضوع اللي وقع له، وهاد الشي هذا كامل معدلو بابا على باباه، وباباه ضحى على بلادو ومات في سبيل الوطن ديالو، وهانتوما كتشوفو بيدكم اللي كاين كامل. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما سمعتو كيقول الأخ ديالي، راه حنا أحفاد واحد إنسان مقاوم على هاد البلاد هادي، كان ضد المستعمر، وحنا دابا كنطالبو كما كيقول الخوة ديالي، كنجدو المسؤولين، يا وزارة العدل، يا ديوان الملكي، يا اللي كان، يا مسؤول مهم، اي واحد مسؤولين اللي يقدر يعاوننا في هذا الشيء هذا. راحنا ضايعين مكرفصين، كنا هنا في هذا باب سته كنلقطوا شويه د الخبز، دابا عا جالسين، الا ما كانش سيدنا الله ينصرو حتى لنا هذا الانعاش هذا، فاش كنخدموا وكندخلوا المصيرف من العيال كاخذنا هنا مسيبين، ورزقنا راه كيداك كياكلوه العائله ديالنا، وما عرفتش ناشي حتى شكون اللي كياكل فيه. كنمشيو للبلاد كنبغيو نشوفو العائله، كنمشيو كنسولو كنتلاقاو على النساء، باقي الرجال كاع ما كنتلاقاوهم، ولا شتي الراجل يقول لك انا لا حق مسافر، انا ما عارف فين غادي، كيخرج ويخليك مع النساء في الدار. كنوض انا كنخرج كنسير في حالي، كنرجع في حالي لبلادي، كنمشيو لعند المحاميين حتى شي واحد ما هذيك معانا، كنعطيو الوراق المحاميين مثلا باش يخرجونا هادشي، يمشيو للمحكمه يجبدونا هاد الملفات، نجريو على هاد الارض هادي. وهاد الانسان هذا اللي مات على ديك الارض راه مات مجاهد وعندو رزقو تما، خلى رزقو ارضو، ارض جدادو، اجداد جدادو، في ذاك البلاصه هذيك في الناظور. دابا كنناشدو المسؤولين
ما خصنا حتى شي حاجه، كنطالبوا بحقنا. وهذا الانسان هذا مات مجاهد على البلاد، كنطلبوا حقه هذا بالضبط. الانسان هذا راه مشى مجاهد على البلاد، على ارضه، في سبيل الوطن، في سبيل هذه الارض هذه. وحنا دابا مستعدين نعاون نضحي في سبيل هذا الوطن هذا. احنا هنا حتى هنا ما بغينا لا نحرقوا ولا نمشيو اي بلاصه، نبقى في الوطن ديالي، ولادي تربوا في الوطن ديالي، يقراو هنا في الوطن ديالي. حنا ولاد الوطن بالدم. دابا ما كرهناش شي واحد، شي مسؤول، الله يكثر خير المسؤولين. كاين ناس مزيانين، كاين ناس عيانين. دابا حنا كنشدو الناس مزيانين، والتحيه جميع المسؤولين والناس وجميع اللي كيشوفوا فينا في هاد الساعه داخل وخارج الوطن، وهادشي اللي كاين اخوتي. انا كنقدم لكم هادشي هذا، والله يرحم الوالدين وجميع المسؤولين والقضاء بالله ان يتدخلوا في هادشي هذا. وهذا الرجل هذا مسكين راه ضحى على بلاده، هانتوما كتشوفوا، وخلى بنو وديك بنو خلى ولادو. وانا بابا من عام من اللي مات باباه عام 59 وهو كيجري الى حتى عام 84 معدل هادشي هذا، ومات على سبيل ديك الارض هذيك. وانا عاود النهار اللي مات بابا في 84 وانا كنطلع ونهود الى هذا، الى هاد السنه هذه ديال 23، وعييت كنجري ونطلع ونهود وهذا، فحال اللي مات بابا مسكين الله يرحمه، ما تشوفنا من هاد الشيء هذا والو. وهذا الراجل هذا انتم كتشوفوا بيدكم، ها مضحي على ارضه وعلى بلاده، وخلى رزقو تما، خلى كل شيء، كيمشيو كيجريو علينا من الناظور، فحال اللي حنا ما عمرنا ما كنا من الدنيا. هذا الراجل هذا اللي ما عمل والو، خلاق فيه، وها هو عايش تما. وهذا الراجل اللي مات على بلادو ومات على هذا، الحفايض ديالو كيمشيو عند الناظور كيجريو عليهم، اللي تما عندهم رزقهم، وما شفنا من هادشي هذا حتى شي حاجة إلى يوم الدين. وكنطلب المسؤولين يتدخلوا لهادشي هذا، الله يرحم الوالدين، وهادشي هذا خصهم هما يشوفوا لنا هادشي هذا. والله يجعل البركة في سيدنا، والله يشافيه، والله ينصره، والله يطوله في العمر، والله يرحم الوالدين. ها انتوما كتشوفوا اللي كاين كامل. هذا الراجل راه كان كيضحي على بلاده من القلب العميق. هذا راجل حر، هذا راجل حر هذا، وحنا كذلك، حنا من الدم ديالو. هنايا الاسبانيول هنايا راه من الدم ديالو حنايا، اللي قالنا دابا سيدنا حنا كنعملوه، اللي قالنا وحنا في الرضا ديالو. وانا كنقدر لكم هذا الراجل هذا بالله ان راه مسمي مجرم الحرب ديال الاسبانيول، بالله انه هو اللي كنحاهم من الناظور. هذا الراجل هذا عند الاسبانيول، وهذا الراجل كخصنا نعرفوا الحق ديالو. هذا هو المجرم ديال الاسبانيول اللي كان خواهم وكان كيقتل فيهم ليل ونهار، هو كان قايد عندهم، هو كان كي مسميناه مجرم، هو الاسبانيول اللي مسميناه مجرم هو هو مجرم حربي ديال الاسبانيول. الاسبانيول سميناه مجرم حربي. ايوا كيضحي على الوطن ديالو ديال المغرب. هذا هو المجاهد الكبير ديال المغرب، محمد الغول، اللي ضحى على بلادو ومات في بلادو على بلادو. من عام اللي دخل العسكر وهو خدم، الى حتى شبروه، ها باش نحيوه قتلوه، ها فين مقتول ما نعرف شحال من قرطاسه، وها هو فين هو كيقسولو على قلبه، واش باقي بالروح ولا ميت. وعاملين له هنايا سيدي محمد لوفيسيال بن عمار الكريمين ديال بوبلو ديال الناظور، كان خواهم ما نعرف شحال كانوا كيدخلوا من العسكر من السلاح من اسبانيا كيجيبوه الناظور، وبوحدو كان كيخرج من القشله، اللي في القشله كامل كيموت، ما كان كيشيط حتى واحد، بوحدو كان كيعيش. ما نعرف شحال بقى هيدا من مده حتى صبروه وعدموه. ها هو واش هادشي كاين ولا ما كاينش؟
وهذا الراجل راه ضحى على بلاده، كان قائد جيش صاحبي، وها هما فين وما جاو من اسبانيا كاملين باش يعرفوا محمد الغول شكون هو. قائد محمد الغول. مال السلام عليكم، بغيت نوضح للمشاهدين راه هذا الانسان هذا الجريده ديال اسبانيول وصفاتو بلا انه هو مجرم حرب، جريده ديال النصارى الاستعمار، وهذا الانسان هذا راه مجاهد البلاد ديالو، وهما الاسبانيول سماوه مجرم حرب. يعني هذا الانسان هذا مجرم حرب بس سماوه نصارى، راه كان قتال كيقتل في الاسبانيول تما في الناظور، حتى اللي حصلوه بقاو تابعين فيه تابعين فيه، حتى اللي حصلوه كان كيخرج من قاشله كيخلي كلشي مذبوح كلشي مسلوخ، وما كيعرفوش شكون اللي دخل شكون اللي خرج من تما. ونفس الوقت لابس الكسوه ديالو، سارق الكسوه ديال العسكر ديال الاسبانيول وكيدخل بها وكيخرج بها. راه هذا كان قائد جيش التحرير ديال الناظور. السلام عليكم.